مباراة حلوة ومتعة وخفيف خفيف أربعة بس هذه رسالة لباقي الفرق بس صدارة الحمد لله بس ثلاثة نقاط الحمد لله بس أنا بقول لكم الوعد الجولة 9 هاتوا الأهلاوي بس ما تجيبوه الصفقات هذه تجيبوها الحمد لله الحمد لله السنة دي بالزاف لا حفظك الله يخليك لينا وإن شاء الله تجي المنتخب نتيجة والمستوى ما تنسينا متطلباتنا طلباتنا ما قصروا اليوم لكن نبغى طلباتنا سنتر وجناح معروفة الاتحاد ماشي الطريق الصحيح الآن بس يبيله تغييرات الآن تدعيم مدافع أجنبي جناح أجنبي خلاص وقفل على الاتحاد ورانا عالمية ورانا بطولات كثيرة ورانا ناس لازم الهمة الاتحاد قوي كل يوم قوي قابل واليوم وبكرة أداء كويس بس تبي الدوري جيب سنتر أداء كويس وكل الجمهور يساند أي لاعب يحمل شعار الاتحاد صحيح ونونو سانتوس نحن ندعم الإدارة وندعم كل لاعب صحيح كل لاعب يحمل شعار الاتحاد ادعموه يا جمهورنا أتمنى من إدارة الاتحاد أنمر الحايلي ونائب أحمد كعكي يشوفون تغييرات في التشكيلة ومدرب نانو سانتو إنه يشوف حل حمد الله وروما وحل جوتا اللاعب اللي جايبه وآخر شيء ما يشارك الاحتياط خلي احتياط الاتحاد مرعب بكل صفقات الأندية ما يهمنا أي نادي ما عليكم من الإزاعات أسوي اللي عليكم وبس أهم شيء جوتا لا يروح جوتا باقي لنا بس صلاح ودفاع بعدين جيب اي نادي على الطريق كذا جيب السيتي اللي صدارة صداره بس صداره اولي اولي صداره بس ايوه صداره بس ايوه صداره بس ايوه صداره بس ايوه صداره بس كاميرا انت في الهوى باعوا واشترى انتوا في الهوى قلبي في الهوى او يا لي يا لي يا لي يا الله يا لي.